علاء انت مركزك في الملعب؟ انا باك رايت. باك رايت. باك رايت برضو بيجري كتير برضو كده زي كره القدم. هي نفس لحد الجون كمان. لحد الجون كمان. كلميني عن احساسك ايه بالبطوله، وكمان يعني المركز الاول بالنسبه لك اول مره تحققوه كفريق للسيدات في نادي الشرقيه؟ والله هو احنا يعني كنا حاطين من بدايه السنه، يعني من اول الاعداد احنا كنا حاطين في دماغنا خلاص احنا عايزين البطوله دي السنه دي غير اي سنه. فكنا مستعدين لها كويس، العدد بدني مهاري فني، كل واحد عارف شغله، يعني المدير الفني عارف خلاص هو ايه اللي هيتم، المهام اللي بيعملها. تمام بالظبط، ونفس الكلام برضو الاحمال. فكان بالنسبه لنا يعني الموضوع كان صعب في الاول، بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني وجبنا البطوله. كانت احلى حاجه في السنين اللي فاتت كلها. الحمد لله. الحمد لله.